واحد بيقول عندما مات المسيح ودفن أين كان لاهوته؟ لاهوته كان موجودا في كل مكان، متحدا بالجسد الذي مات، وأيضا في نفس الوقت في كل جهات العالم لم تؤثر عليه. الموت بالنسبة له يعني افتراق الروح عن الجسد، ملوش دعوة باللاهوت. وزي ما بنقول في القسمة السريانية إن انفصلت نفسه عن جسده ولاهوته قد لم ينفصل قد لا عن نفسه ولا عن جسده.